معنا لمتابعة هذا الموضوع عبر سكايب من لندن مدير مركز العودة الفلسطيني أستاذ طارق حمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ طارق، ربما أنه يعني ذكرى هذا الوعد هذه المرة تتزامن مع تطورات على صعيد القضية الفلسطينية تتعلق بصفقة القرن، بالأمس بريطانيا واليوم أمريكا، ما هي أوجه الشبه والافتراق؟ حقيقة أوجه الشبه كبيرة جدا. بريطانيا في قبل أكثر من 100 عام أعطت وعدا بأرض فلسطين كاملة للاحتلال للحركة الصهيونية، واليوم نفس هذا الوعد يتكرر لكن من قبل القوة العظمى الجديدة. لذلك الوقت كانت بريطانيا هي القوة العالمية، واليوم الولايات المتحدة. المشهد يتكرر تقريبا بنفس التفاصيل وتقريبا بنفس الأوضاع وبنفس الظروف. ولذلك قضية وعد بلفور وإحياء قضية وعد بلفور والمطالبة مطالبة الحكومة البريطانية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما اقترفته بحق الشعب الفلسطيني قبل 100 عام هو مسألة ضرورية جدا، لأن ذلك الوعد يمثل تأسيس للمعاناة الفلسطينية. واليوم صفقة القرن أو غير صفقة القرن وما يمكن أن يفرض على الشعب الفلسطيني ما هو إلا نتاج طبيعي لوعد بلفور الذي أسس هذا الكيان قبل أكثر من 70 عاما بفعل هذا الوعد الذي أطلق في ذلك الحين. لذلك موضوع النضال من أجل وعد بلفور وتحميل بريطانيا مسؤولياتها ووضعها أمام مسؤولياتها هي مسألة مهمة جدا. ولذلك قضية الاعتذار التي أطلقناها قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور ربما تمثل خطوة مبدئية. وفي ذلك الوقت قدمت بريطانيا اعترافا صريحا واضحا بأن وعد بلفور انتقص من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسه حق تقرير المصير. هذا من الممكن البناء عليه لمواجهة ولتعزيز الموقف الدولي الداعم للقضية الفلسطينية، وأيضا لمواجهة الانجراف باتجاه الموقف الأمريكي الذي يتمثل اليوم بخطة ترامب وصفقة القرن. أستاذ طارق، يعني لماذا لا تعتذر بريطانيا عن هذا الوعد بالرغم من أنه يعني نرى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي؟ طبعا يعني نحن قلتها ربما أكثر من مرة، نحن مناضلون واقعيون ندرك تقاطعات السياسة وندرك تعقيد التحالفات الموجودة ما بين الغرب وإسرائيل. إسرائيل بالنهاية هي مشروع غربي، مشروع استعماري موجود ليبقى الغرب حاضنته الأولى والأخيرة. وبالتالي نعم، هو من غير المتوقع أن تعتذر بريطانيا، لكن بريطانيا من الممكن أن تقدم أيضا اعتذارا تحت الضغط، وإذا اتسعت الحملة العالمية والدولية من أجل دفع بريطانيا للاعتذار عن وعد بلفور. وكما قلت، بريطانيا ما كانت في وارد أن تقر بأي خطأ في وعد بلفور، لكن حملة الاعتذار التي أطلقت قبل عدة أعوام أجبرتها على الاعتراف بأن الوعد انتقص من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وبالتالي مساحة أوسع من الضغط، حملة أوسع وحملة مكثفة أكثر، ربما إذا أيضا تم دعمها من قبل مستويات أخرى ستدفع بريطانيا باتجاه تنازلات أخرى والإقرار بمسؤولياتها. على الأقل هذه الحملات أو مثل هذه المطالبات ستمنع بريطانيا من الانجراف باتجاه السياسة الأمريكية التي أحدثت تحولات كبيرة على المستوى الدولي تجاه مسألة الصراع ككل، وباتجاه تجاوز موضوع مشروع حل الدولتين الذي لا يمثل حتى الحد الأدنى بالنسبة لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. ما الذي يمكن أن يترتب على الاعتذار سياسيا؟ كيف يمكن أن ينعكس ذلك إيجابا على القضية الفلسطينية؟ إذا وصلت بريطانيا إلى مرحلة الاعتذار فنحن أمام تطور وتحول مهم جدا يعكس حجم الخلل البنيوي الذي حدث في بنية هذا المشروع في قلب حاضنته الغربية والتي تمثل بريطانيا عمقها الأوروبي. ولذلك قضية الاعتذار قضية مهمة جدا، هي ليست مسألة شكلية تقدم بريطانيا اعتذار وينتهي كل شيء، إنما هي بداية لإنصاف الشعب الفلسطيني، والاعتذار يتبع استحقاقات سياسية واستحقاقات قانونية واستحقاقات حتى في الموقف السياسي والشعبي. لذلك اليوم نرى بأنه اتساع قاعدة الدعم للرواية الفلسطينية على مستوى الشارع في الغرب تتسع يوما بعد يوم، وهذا جزء من التراكمات وجزء من معركة تسجيل النقاط التي يمثل الاعتبار واحدة في سلسلة معارك وفي سلسلة نقاط كثيرة يحتاج الشعب الفلسطيني إلى تسجيلها. مسألة مهمة جدا قضية حملة الاعتذار، نعم، أو قضية مطالبة في بريطانيا بالاعتذار. على الأقل أعاد طرح قضية وعد بلفور إلى النقاش على المستوى السياسي والمستوى البرلماني، وهذا كان غير مطروح، بمعنى
الاعتذار أو المطالبة بالاعتذار قبل أن تعتذر حتى بريطانيا أحدث هزة في الوعي العام والوعي النخبوي للسياسة البريطاني، وهذا جزء كما قلت من معركة المراكمة في النقاط تجاه تعزيز الرواية الفلسطينية والحق الفلسطيني في الوعي الجمعي الغربي. ربما أستاذ طارق ما هو مشهور من الوعد الشق الأول المتعلق بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لكن ما لا يعلمه الكثيرون أن نفس الوعد نص أيضا على عدم الإضرار بحقوق الفلسطينيين، واللي هم كانوا يشكلوا 98% بحسب يعني النسب البريطانية الرسمية آنذاك. هل فعلا التزمت بريطانيا بعدم الإضرار بحقوق الفلسطينيين؟ لا طبعا، هي القضية حتى في ذلك الوقت كان الوعد ينطوي على تضليل متعمد وواضح وسخيف، ربما بأنك أنت تتعامل مع أكثر من 98% من السكان الفلسطينيين على أنهم مجموعات غير يهودية، وهذا يعطي انطباع بأنه اليهود في ذلك الوقت كانوا يشكلوا الكتلة الأكبر. اليهود كانوا جزءا من الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال في ذلك الوقت، الذين كانوا موجودين في فلسطين، لكن المهاجرين اليهود الذين قدموا من الخارج لم يكونوا يمثلوا ولن يمثلوا أيضا إلا شق قريب على هذه الأرض. ولذلك نعم انطوى على تضليل متعمد، وهذا التضليل كان يحاول أن يعالج المشكلة اليهودية في أوروبا، بمعنى اليهود أو المسألة اليهودية كانت مشكلة أوروبية أرادت بريطانيا من خلال هذا الوعد أن تنقل هذه المشكلة إلى الشرق الأوسط، وبالتالي تحويل المسألة اليهودية من تهديد إلى فرصة، وهذا ما حدث وما تعاملت معه وما يتم التعامل معه حتى اليوم. طيب يعني لو أردنا أن نتكلم عن الدور المطلوب فلسطينيا، إحنا اليوم على هذا الوعد تقريبا مر قرن كامل، ما هو الدور المطلوب فلسطينيا لمواجهة يعني وعد بلفور وامتداداته، صفقة القرن وخطة الضم وغيرها من مشاريع الاستيطان والتهويد؟ طبعا حقيقة على المستوى الفلسطيني مطلوب أولا مراجعة حقيقية وجادة وصادقة لكل مرحلة النضال الفلسطيني خلال السنوات الماضية، خاصة مرحلة أوسلو. لابد من إعادة النظر في هذه المرحلة. لابد من مراجعة حقيقية وجادة وصادقة على أساس وطني، وعلى أساس هذه المراجعة يبنى عليه وحدة وطنية فلسطينية فاعلة. تركيبة البيت الفلسطيني الداخلي ووضعها وقوتها وتماسكها هو الأساس من أجل الانطلاق باتجاه مطالبات بأي مستوى، سواء على مستوى الاعتبار أو على المستوى القانوني، أو باتجاه مواجهة شاملة مع الاحتلال بكل ما يتيحه القانون الدولي من أدوات مشروعة للشعب الفلسطيني. لذلك على المستوى الفلسطيني مطلوب مراجعة جادة ومطلوب وحدة وطنية حقيقية قبل كل شيء، حتى نستطيع أن نواجه هذا الاحتلال ونواجه الحاضنة العالمية لهذا الاحتلال. وهنا مسألة يعني مهمة، بأنه الحالة الفلسطينية اليوم تمر في مأزق كبير جدا، ولكن بنفس الوقت هي في أفضل الظروف من ناحية تقبل المجتمع الدولي وتقبل الشارع، دعنا نقول على المستوى العالمي، للرواية الفلسطينية وانكشاف كثير من الحقائق. هناك تحولات كبرى تحدث في الغرب، ربما ليست في المستوى السياسي وربما لا نستطيع أن ندركها عبر وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام يتعامل مع المستوى السياسي والرسمي، لكن على مستوى الشارع هناك تحولات حقيقية يحتاج البيت الفلسطيني أن يدركها وأن يتعامل معها، لأنها المضاد المباشر للسياسة الرسمية التي يمكن أن تحدث فرقا في المستقبل تجاه الموقف من قضايا. أستاذ طارق حمود مدير مركز العودة الفلسطيني من لندن، شكرا لك. يعني مشاهدينا، وعد بلفور لابد من التأكيد على أنه له امتدادات. وعد بلفور الذي يعني تعهدت به بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، اليوم نشوف امتداداته أن القوة الأولى عالميا أمريكا أيضا تنفذ وتتعهد لإسرائيل بتنفيذ صفقة القرن وخطة الضم ومشاريع التسوية اللي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. هون في أيضا فارق خلينا نلفت إله، أنه لما كان في وعد بلفور كان في بيئة عربية، بديش أقول أنها كانت أحسن، لكن في الظاهر أنه البيئة العربية كانت مساندة للقضية الفلسطينية. والاختلاف اليوم أنه في الزمن الأمريكي منشوف كيف تتهافت بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل. ولذلك المواجهة المطلوبة فلسطينيا في مثل هذه الحالة هو بتدعيم المجتمع الفلسطيني، وخلينا نحكي بأنه يجب أن يقوم على ويقف على أرضية صلبة تدعم المقاومة حلا
ويعني تؤكد على أن المقاومة هو الطريق الوحيد لتحرير كامل التراب الفلسطيني. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.